كيفاش المهرجان الدولي العلاج في نسخته الثامنة بمشاركة فرقة فولكلورية محلية وجهوية وكذلك فرقة رياضية تعطي مظهر للاحتفالية التي تعرفها المهرجان في انطلاقته. إذا غادي ننتقلوا للفعاليات، لاحظوا الآن يعني إذا يعني افتتاح بالعلم الوطني وبشعار الذي يجمع المغاربة وهو الوحدة والوطن. شارع محمد الخامس اللي هو الشارع الرئيسي في وسط المدينة. كذلك الفرقة ديالكم، الفرقة ديالكم شنو سميتها؟ مجموعة ناسي. إذا مجموعة ناسي، اش من حي كتواجدوا انتوما يا؟ اش من حي؟ انتوما قليطو. نعم، إذا كيتواجدوا في حي جديد فرقة. شاركوا في الاستعراض فرقة أو جمعية القناص القطري، وهي الجمعية التي تنظم كل سنة مسابقة سواقية ومسابقة الرماية بالإضافة إلى مسابقة التنس، ولكن هذه السنوات الأخيرة يعني تخلوا على المسابقات بحكم انه كيعاود فيه يعني بحكم انه كيعرف يعني في طرف التوالد. فرقة القناص القطري الشركة ديالها السابعة وأعضاء الجمعية يتقدمه محمد الكبيسي. هذه الفرق اعتادت أن تعطي كل سنة إشعاع كبير لافتتاح الكرنفال. فرقة عيساوة عيساوة ديالكم شنو سميتو؟ حراوي. ها؟ حراوي بلال. بحراوي؟ بلال. بحراوي باينة باش من حي. إذا فين واحد حرام؟ هذا رايح الفرقة حراوي، حراوي بلال. كذلك يبرز الكرنفال مظاهر احتفالية في الأعراس المغربية والعمارية. الحلاوي بلال هو كي يعني كيقوم باظهار التقاليد المغربيه على الفرس المغربي. يعني على المهرجان. لا انت هو العروس ولا كيفاش دابا؟ ما فهمتش انايا. دابا انت العروس؟ انا هو العروس ديال الشمال. والعروس ديال العريش ولا ديال الشمال؟ لا العروس ديال العريش، العريش راه كتسجل في الشمال كاملة. والعروسه ديالك هي اللي قدام؟ العروسه ديالنا هي اللي قدامنا. ايوا واش كيقولوا العروس الغالي اللي كيغنيو على العروس في الاعراس اللي كيقولوا؟ لا لا العروسة المرضية قالت لكم الدراري. إذا عندنا بلال، عندنا بلال البحراوي ياك؟ كنشكركم. بلال البحراوي، بلال البحراوي يعني رائد فرقة البردية، البردية والخيالة، والخيالة بحي الجديد نهضة واحد. نهضة واحد يعني هما اللي يعني يعني هذا الحي هذا خرج منه مجموعة ديال الفرق حقيقة فولكلورية. فولكلور شعبي. فولكلور شعبي كيهتموا هذا الحي بزاف. فولكلور شعبي تشمل على الشعبي وعلى الفولكلور الشعبي وحركة ورياضة. انتوما شنو كتعملوا؟ الطاقة المراكشية وشنو آخر كتعملوا؟ لا حنا كنعملوا الخيالة وكنعملوا فولكلور شعبي. الرقص بالبردية. البردية المكاحل. المكاحل الخيل. المكاحل اذا كتبرزوا الفروسية والخيل ومظاهر التقاليد المغربية في الاحتفالات بالاعراس. بارك الله عليكم. مع السلامة.
الكرنفال فرقة الكاراتيه وفرقة الحرب عفاك الفرقة ديالكم شتي سميتها؟ الفرقة ديالكم شتي سميتها؟ شباب العرائش للتيكواندو هي من الفرق النشيطة في يعني في التيكواندو اللي كتقوم يعني بالشارك في المسابقات الرياضية هاد العام هذا شتي كانت المشاركات ديالكم في هاد العام؟ 19 برا نعم كانت شي يا ميدايات يا كان ربحتوا شي مسابقات شاركتوا فيهم شي مسابقات ربحتوهم شاركتوا فيهم اذا شكيعني لكم هذا الاحتفال بهذا الكرنفال هذا نعم هذا الكرنفال شكيعني لكم احتفال به انتم شنو المشاركه ديالكم شنو عندكم في المشاركه ديالكم في الكرنفال اليوم اذا كتظهروا الخدمه ديالكم ديال التيكواندو شحال عندكم ديال الاطفال اللي كيخدموا في التيكواندو الرئيس ديالكم السي علي عبد السلام هاي الرئيس تبارك الله عليك السلام عليكم عبد السلام عبد السلام علي السلاوي علي عبد السلام علي عبد السلام تبارك الله عليك تبارك الله عليك كنشوف عليك في فيسبوك كنعقل عليك في فيسبوك تبارك الله عليك كنشوف النادي ديالكم نشيط اش كتعني لكم هذه المشاركه في الكرنفال هذه هذا المشاركه الثالثه ولا الرابعه كل عام كنشاركوا في الكرنفال ديال العاصمة الكفاوي حنا كتكون المساهمة ديالنا في واحد المجموعة ديال الأطفال كيلبسوا الهدام ديال اللعبة اللي كيمارسوها اللعبة ديال التيكواندو إذا أنتم كتظهروا في فنون الاستعراض وفنون الحرب هي من فنون الحرب فنون الاستعراض كتفرضوا كذلك العمل ديالكم داخل النادي